ولا ايه ساره؟ انا معاك يا احمد، فعلا انا شايفه انه خلاص مباراه امبارح صفحه واتقفلت، ما كناش بافضل شكل. يمكن الاتحاد لازم نديله حقه ان هو عمل ماتش كويس، قدر ان هو يقفل كل الثغرات اللي في الدفاع. دايما فريق الاتحاد يمكن كان عنده مشاكل في السنتر باكس، بس امبارح الحقيقه الفريق كان كويس جدا، وكان عمر الميداني اكثر من رائع، وده كانت حاجه تحسب لهم. وبرده اداء الاهلي كان متواضع او مش زي ما كان جمهور الاهلي عايز بعد الشوط الثاني في ماتش الاسماعيلي. الحقيقه الاداء الاهلي كان كويس جدا، يمكن طرد احمد فتحي اثر، ولكن برضو عايز اقول ان الشناوي غطى على ده. يعني اداء الشناوي امبارح يعني زي ما عودنا دايما، وتصديه لركله الجزاء دي حاجه ممتازه، ومكمل كلين شيت يعني 20 مباراه. يمكن دي اول مباراه الحقيقه الفايلر في الدوري مع الاهلي ان هو ما يهدفش في مباراه، ولكن فكره ان الشناوي كلين شيت 20 مباراه حاجه فعلا تحسب له. عايزه اقول كمان انه الصفحه دي خلاص لازم تتقفل، ولكن يا احمد برضو في حاجه، يمكن في ناس متضايقه من تشكيله النادي الاهلي، كل واحد طبعا حر في رايه جدا، وكل واحد بيشوف ايه الانسب للنادي الاهلي، كل واحد غيران على النادي الاهلي يعني؟ تشكيله الماتش انه فكره انه طبعا انت ما عندكش اللاعب رقم 10، فانت بتعتمد على الكرات الطويله، من يعني ما فيش حد بينقل الكره من الدفاع للهجوم، وده يمكن مش طريقه لعب الاهلي. بس اللي انا عايزه اقوله انه الحقيقه من ساعه ما رجعنا من فترة التوقف، وفايلر بيتجرب كل خطة ممكنة علشان يقدر يستقر على الشكل الأفضل أو التشكيل الأفضل بالنسبة للنادي الأهلي اللي نقدر نلعب بيه مباراة الوداد. والحقيقة الراجل حقه أنه يعمل ده، لما أنا بقى شبه دوري شبه محسوم وبعيد عن أقرب المنافسين بعشرين نقطة، فهو من حقه الحقيقة أنه في الماتشات دي يجرب كل خطة ممكنة، لأن مباراة الوداد هتكون مباراة صعبة. فالراجل من حقه، الراجل ده برضو يعني كسب سان داونز في مباراتين ولا أروع، كسب الهلال السوداني في قلب السودان، كسب النجم الساحلي، وكمان اتعادل مع الهلال السوداني في السودان، وكسبه هنا في مصر. يمكن كمان المباريات اللي كانت قبل فترة التوقف شفنا أداء حلو جدا من النادي الأهلي، فالراجل محقق أرقام ونتائج كويسة مع النادي الأهلي. لما يبقى دوري شبه محسوم من حقه ان هو يجرب كل خطة ممكنة، يجرب كل التشكيلات، يجرب يلعب باللي هو عايزه ما دام الدوري ده شبه محسوم، عشان يوصل يستقر على أفضل تشكيل ممكن نقدر نلعب بيه مباراة الوداد.